بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. على آل محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الأعراف إلى قوله تعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه أهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. قوله تعالى فأنجيناه وأهله، أي أنجيناه ومن يختص به من ذويه أو من المؤمنين يفي بهم. قال ابن كثير: ولم يؤمن به أحد منهم سوى أهل بيته فقط، يعني ما آمن للوط إلا أهل بيته، كما قال تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. بيت واحد هو آل لوط عليه السلام. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. إلا امرأته يعني فإنا لم ننجها لخبثها. قال ابن كثير: إنها لم تؤمن به بل كانت على دين قومها تمالئهم عليه وتعلمهم بمن يقدم عليه من ضيفانه بإشارات بينها وبينهم. ولهذا لما أمر لوط عليه السلام ليسري بأهله أمر ألا يعلمها ولا يخرجها من البلد، ومنهم من يقول بل اتبعته، يعني اتبع قوم لوط أهل لوط عليه السلام لما خرجوا من القرية، فلما جاء العذاب التفتت هي فأصابها ما أصابهم. أما هم فكانوا قد أمروا بقوله تعالى ولا يلتفت منكم أحد. والأظهر أنها لم تخرج من البلد ولا أعلمها لوط بل بقيت معهم، ولهذا قالها هنا فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وفي الآية الأخرى إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم. وقوله تعالى كانت من الغابرين يعني كانت من الباقين في عذاب الله عز وجل، كانت من الغابرين أي الباقين في عذاب الله، لأن غبر هنا بمعنى مضى أو بمعنى بقي بقي، وكلمة غبر من الأضداد لأنها تأتي بمعنى غبر بمعنى بقي وغبر بمعنى مضى، فهي هنا يقصد بها الباقين في عذاب الله عز وجل، لكن استعمالها في معنى البقاء أكثر في اللغة. قال الراجز: فما ونا محمد مذ أن غفر له الإله ما مضى وما غبر. فما ونا محمد مذ أن غفر يعني ما كفر عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فما ونا محمد مذ أن غفر له الإله ما مضى وما غبر، إشارة إلى قوله تعالى يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فما غبر يعني ما مضى، وما غبر يعني ما تأخر وما بقي. فهذا معنى قوله تعالى إلا امرأته كانت من الغابرين أي من الذين غبروا في ديارهم أي بقوا فهلكوا. وقيل في تفسيرها كانت من الغابرين أي من الهالكين، وهو تفسير باللازم، يعني ليس معنى هذا أن كلمة الغابر تساوي الهالك، لكن الغابر معناها الباقي الذي بقي، واضح؟ لكن بما أن بقاءها يلزم منه نزول الهلاك بها، لذلك فسرها بعض المفسرين بالهالكين. والتذكير للتغليب، إلا امرأته كانت من الغابرين
مع أنها امرأة مؤنثة، لم يقل كانت من الغابرات، وذلك للتغليب، للتغليب تغليب الرجال على يعني النساء، وأيضا لبيان استحقاقها لنفس العذاب الذي استحقه المباشرون للفاحشة. فهذه كانت امرأة لوط، والتي أشار الله سبحانه وتعالى بقوله عز وجل: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. لا يمكن أن تكون الخيانة بمعنى إتيان الفاحشة، مستحيل في حق الأنبياء عليه السلام أن تفحش نساؤهم، وإنما الخيانة أنهما لم يكونا موافقين لهما على العقيدة. أما امرأة لوط عليه السلام فكانت تدل قومه على الضيفان كما بينا. أي نعم. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وأمطرنا عليهم مطرا أي وأرسلنا عليهم نوعا من المطر عجيبا غير متعارف، وهو أي هذا المطر مبين بقوله تعالى: وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، يعني طين متحجر، معنى سجيل طين متحجر. وقال تبارك وتعالى في آيات أخرى بين طبيعة هذا المطر الحجري: فقال لنرسل عليهم حجارة من طين. وقال عز وجل: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر التوء، وهذا هو مطر التوء. وقال أيضا: إن أرسلنا عليهم حاصبا إلى آل لوط. وجاء في الحديث الآخر: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. فيصح أن تكون بنات أمته بناته، فهذا معنى قول لوط عليه السلام: قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يعني أنهن بناته شرعا، لأن النبي للأمة بمنزلة الوالد. أطهر لكم بكل معاني الطهر، النفس والحس، فهن يلبين الفطرة النظيفة ويثرن مشاعر كذلك نظيفة، نظافة فطرية ونظافة أخلاقية ودينية. ثم هن أطهر حسيا، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. قالها يلتمس نخوتهم وتقاليد البدو في إكرام الضيف، ووقف يستثير النخوة الآدمية فيهم، وهو يعلم أن هذه النفوس المرتكفة المطموسة لم تعد فيها نخوة ولا شعور إنساني يستجاب، ولكنه في كربه وسجته يحاول ما يستطيع. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ فالقضية قضية رشد وسفح، إلى جوار أنها قضية فطرة ودين ومروءة، ولكن هذا كله لم يلمس الفطرة المنحرفة المريضة، ولا القلوب الميتة الآتنة، ولا العقول المريضة المأفونة، وظلت الفورة المريضة في اندفاعها المحموم. وبدلا من أن يثير هذا في نفوسهم رواسب المروءة والحياء، إذا هم يتبجحون فيؤنبون لوطا على استضافة الرجال كأنما هو الجاني الذي هيأ لهم أسباب الجريمة ودفعهم إليها، وهم لا يملكون له دفاعا. قالوا: أولم ننهك عن العالمين؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. وهي إشارة خبيثة إلى العمل الخبيث. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يقول الحافظ ابن كثير: ذكر المفسرون وغيرهم أن نبي الله لوطا عليه السلام جعل يمانع قومه الدخول ويدافعهم والباب مغلق، وهم يرمون فتحه وولوده، وهو يعظهم وينهاهم من وراء الباب. وذكر أن جبريل عليه السلام خرج عليهم فضرب وجوههم خفقة بطرف جناحه فطمست أعينهم حتى قال إنها غارت بالكلية ولم يبق لها محل ولا عين ولا أثر. يعني لما ضرب جبريل عليه السلام بجناحه بطرف جناحه طمست أعينهم، بمعنى أن تخيل أنت شكل واحد ما فيش مكان لعينيه، يعني مش فقط غارت العين، صارت جلدا، هذه المنطقة كلها جلد على جلد متصل بسائر الوجه، بحيث لن يبقى العين نفسها ولا اثر لها ولا علامه تدل على انه كان هنا عين، وانما صارت وجوههم ايه طبقه صماء يعني مطموح.
فرجعوا يتحسسون الحيطان ويتعودون رسول الرحمن ويقولون إذا كان الغدو كان لنا وله سأل. يعني نزل بهم هذا العذاب والعياذ بالله وصمت الأبصار، ومع ذلك لم يصعدوا وإنما مصرون على ما هم فيه. فتقدمت الملائكة إلى لوط عليه السلام آمرين له بأن يسري هو وأهله من آخر الليل ولا يلتفت منكم أحد عند سماع صوت العذاب إذا حل بقومه إلا امرأتك فيصيبها ما أصابهم. فلما جاء الأوان اقتلعهن جبريل بطرف جناحه من قرارهن، وكنا سبع مدن في هذه المنطقة بمن فيهن من الأمم. يعني بطرف الجناح اقتلع الأطراف وطرفات الأرض من تحت من أسفل منهم وحملها جبريل عليه السلام. قيل إنهم كانوا 400 نسمة وقيل 4000 نسمة وما معهم من الحيوانات وما يتبع تلك المدن من الأراضي والأماكن والمؤتملات. فرفع الجميع، رفع جبريل عليه السلام الجميع على طرف جناحه حتى بلغ بهن عنان السماء، حتى سمعت الملائكة أصوات ديكتهم ونباح كلابهم، ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها. هذا أول شيء، طلعت من جبريها وصعد بها إلى أعالي السماء حتى سمعت الملائكة أصوات نباح الكلاب هذه الأشياء، ثم قلبها كما قلبوا فطرة الله عز وجل. فقلبها ثم بعد ذلك لما نكتوا أمطر الله عليهم مطر السوء وأمطرنا عليه حجارة من سجيل، يعني الشديد المطر الشديد الصلب القوي، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود، منضود يعني يتبع بعضها بعضا في نزولها عليه من السماء، حجارة متتابعة تنزل يتبع بعضها بعضا من السماء، مسومة يعني معلمة، مكتوب على كل حجر اسم صاحبه الذي يهبط عليه فيجمعه. فكيف كان جزاؤهم من جنس عملهم؟ قال تعالى: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. تحكموا منهم بالتطهر من هذا الرجس القذر، وقد يكون إنكارا عليه أن يسمي هذا تطهرا، فهم من انحراف الفطرة لا بحيث لا يشعرون ما في ميلهم المنحرف من قذارة، وقد يكون ضيقا بالطهر والتطهر إذا كان يكلفهم بالإقلاع عن ذلك الانحراف. لما عميت بصيرتهم أعمى جبريل أبصارهم فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. لما قلبوا الفطرة قلب الله قراهم فجعلنا عاليها سافلها. يقول الشرطبي رحمه الله تعالى: قوم لوط لكونهم قلبوا الأوضاع بإتيان الذكور دون الإناث فكان الجزاء من جنس العمل، قلب الله عليهم قراهم والعلم عند الله تعالى. وقال تعالى: والمؤتفكة أهوى، يعني المنقلبة أهوى بها منكتة عاليها سافلها، وجعلنا عاليها سافلها. فهذه صورة بالتدمير الكامل الذي يقلب كل شيء ويغير المعالم وينحوها. وهذا القلب وجعل عاليها سافلها أشبه شيء بتلك الفطرة المخلوبة الهابطة المرتكفة من قمة الإنسان إلى درجة الحيوان، بل أحط من الحيوان، فالحيوان واقف ملتزم عند فطرة الحيوان. والجزاء من جنس العمل، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. يقول سيد قطب رحمه الله: ولكننا نلمح في اختيار هلاك قوم لوط بالمطر وهو الماء المحيي المنبت انه مماثل لاستخدامهم ماء الحياة، ماء المطر في غير ما جعل له، وهو ان يكون مادة حياة وخصب، والله اعلم بقوله ومراده. وقد امطروا مطرا مهلكا مع ما صاحبه من عواصف، ترى كان هذا المطر المغرق والماء الدافق لتطهير الارض من ذلك الدنس، او يعني اترى ان هذا المطر نزل ليطهر الارض من رجسهم ودنسهم والوحل الذي عاشوا فيه وماتوا فيه. وامطرنا عليها حجارة من سجيل، يعني ملوثة بالطين، وهي كذلك مناسبة وعلى قدر المقام.
منظور متراكم متتابع مثل تتابعهم على بيت لوط، مسومة عند ربك يعني كما تسوم الماشية، أي تربى وتطلق بكثرة، فكأنما هذه الحجارة مربى ومطلقة لتنمو وتتكاثر وقت الحاجة لوقت الحاجة. والسجيل هو الطين الشديد القوي، قال تعالى لنرسل عليهم حجارة من طين، يعني حجر وطين مختلف. قال تعالى وإنها لبسبيل مقيم، يعني من نظر بعين الفراسة والتوتم فيها كيف غير الله فيك البلاد وأهلها، وكيف جعلها بعدما كانت آهرة عامرة هالكة غامرة، وجعل مكانها بحيرة منتنة، لأن قرية سدوم وهي يعني وهي بلاد أو قرى قوم لوط كانت في كان مكانها الأصل هو إيه؟ البحر الميت في فلسطين، البحر بين الأردن وفلسطين، البحر الميت هذه وهي بحيرة منتنة يعني ماء في غاية النتن وشدة الملوحة، ولذلك لا تعيش فيها أي أسماك يعني بشؤم هؤلاء يعني القوم، فكانوا يعني يسكنون مدينة سدوم ومحرناها من القرى بالأردن بطريق الشام مكان البحر الميت الآن. أي نعم. لما أعرضوا عن الطهارة ماذا كان جزاؤهم؟ جعل الله ما كان تلك البحيرة تلك البلاد بحيرة منتنة لا ينتفع بمائها ولا بما حولها من الأراضي المتاخمة لفنائها لغذائتها ودناءتها، فصارت عبرة ومثلة وعظة وآية على قدرة الله تعالى وعظمته وعزته في انتقامه ممن خالف أمره وكذب رسله واتبع هواه وعصى مولاه، فناسبت مكانة البحيرة متنهم والجزاء من جنس العمل. ثم ينقل هنا لطيفة، نهى لوط قومه عن تعاطي الفواحش التي ذكر الله عنهم فلم يستجيبوا له ولم يؤمنوا حتى ولا رجل واحد منهم، وما كان حاصل جوابهم عن خطابهم إذ كانوا لا يعقلون إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، فجعلوا غاية المدح هما يقتضي الإخراج، وما حملهم على مقالتهم هذه إلا العناد واللجاج، فطهره الله وأهله إلا امرأته وأخرجهم منها أحسن إخراج، وتركهم في محلتهم خالدين لكن بعدما طيرها عليهم بحيرة منتنة ذات أمواج، لكنها عليهم في الحقيقة نار تأجج وحر يتوهج وماؤها ملح أجاج، ولهذا صاروا مثلة فيها وعبرة لمن عليها، كانوا يقطعون الطريق ويقولون الرفيق يأتون في ناديهم المنكر حتى قيل إنهم يتضارطون في مجالسهم ولا يستحيون من مجالسهم، أمرهم لوط بقربان نسائهم وحذرهم من طريقتهم وسيئاتهم وهم في ذلك لا ينتهون ولا يرعون، بل كلما نصح لهم يبالغون ويحرضون، لم يعلموا ما حم به القدر وما هم إليه طائرون وطبيحة ليلتهم إليه منقلبون، ولهذا قال تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. عن أبي جعفر محمد الباقر قال قلت لمحمد بن علي بن الحنفية أعذب الله نساء قوم لوط بعمل رجالهم، يعني هو استغرب ظاهر الآيات الكريمات أن الذي إن أهل القرية جميعا قد عذبوا أن اقتلعت من جذورها بما فيها من الرجال والنساء، فهنا يعني أبو جعفر الباخر يسأل محمد بن الحنفية يعني هل عذبت النساء مع الرجال وما ذنب النساء إذن؟ فقال الله أعدل من ذلك، الله أعدل من أن يعني يعاقب النساء ويستأصلهم كما استأصل الرجال، استغنى النساء بالنساء والرجال بالرجال، وهذه ثمرة طبيعية لهذا الانحراف والفساد الفطرة أنه إذا استغنى الرجال بالرجال لا شك أن هذا يتسبب في يعني انحراف بجانب النساء بنفس المثابة، ولذلك قال له لما قال أعذب الله نساء قوم لوط بعمل رجالهم قال الله أعدل من ذلك استغنى النساء بالنساء والرجال بالرجال. قال حذيفة رضي الله عنه
إنما حق القول على قوم لوط فيما استغنى النساء بالنساء والرجال بالرجال. فالعاقل اللبيب يقبل ما أرشده إليه الرسول الحبيب من إتيان ما خلق من ما خلق من الزوجات الحلال والجواري من السرار ذوات الجمال، ولا يتبع كل شيطان مريض فيحق عليه الوعيد، ويدخل في قوله تعالى وما هي من الظالمين ببعيد. ثم يذكر وظيفة أخرى يقول: لما تنادى قوم لوط جهات جهلهم أخرجوا آل لوط بعث في الأملاك لانتزاع ملاك الحياة من أيديهم، فنذروا من منزل لوط منزل التنزيل وهم في أفسح بيت بني من الكرم، غير أن حارث حذره ينادي وباق بهم ذرعا فخاف من قومه أذاهم، لما تهاووا في هوة هواهم لا يرعون، جاءه ضيف وجاءه قومه يهرعون إليه، فدافع بمشورة هؤلاء بناتي، وتارة بتقاط فاتقوا الله، فتارة بسؤال ولا تخزون، وتارة بتوبيخ أليس منكم. فلما كل كل سلاحه وأعيته جهات جهاده أن برمز لو أن، فحجبهم جبريل بحجاب فطمسنا، وانتاته من أسر الغم بلفظ فأسري، فلما علم أن الملأ ملائكة تشوق إلى تعديل العذاب، فنادت عواطف الحلم أليس الصبح بقريب، فسار بأهله على أعجاج نجائب النجاة، إلا عجوز العجز عن عرفان المعجز فإنها لحقت بالعجزة. فلما لاح مصباح الصباح احتمل جبريل قرى من جنى على قرى جناحه، يعني على ظهر جناحه، فلم يكثر وقت رفعهم إماء، ولم يرق وقت صعودهم ماء، فلما سمع أهل السماء نباح كلابهم أسرعت كتف الكلابهم في انقلابهم. فتفكر بالقلب كيف جوزوا على قلب الحكمة بالقلب، ثم بعث إليهم سحاب وأمطرنا، فاستقل لهم سد سد جرمه الأفق على وصف جرمهم، فأدين على الجيل سجل السجيل فما برح حتى برح، ودار هاتف العبرة على دار سدارهم ينادي ولقد تركنا منها آية. قولوا لمن خرج عن الشرع في طلب هذه الفاحشة وشرد، قد رمي القوم بالحجارة وقوتهم بالبرد، فليحذر العازمون على طروق طريقهم من وعيد وما هي من الظالمين ببعيد. ثم قال تبارك وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. وإلى مدين هي قرية من أرض معان في أطراف الشام بين الحجاز وفلسطين حول خليج العقبة. أخاهم شعيبا، وشعيب من أنبياء العرب، من أنبياء العرب، وقد صح في الحديث الذي رواه ابن حبان عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: أربعة من العرب هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر. أربعة من العرب هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر. وإلى مدين أخاهم شعيبا، كان يقال له خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قوما، لأنه كان يعني بليغا فصيحا حسن المراجعة والنقاش. ومعنى وإلى مدين يعني وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا. قال ابن إسحاق: هم من سلالة مدين ابن إبراهيم. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره. قال يا قومي أي الذين أحب كما لهم دينا ودنيا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذه دعوة الرسل كلهم كما قدمنا. قد جاءتكم بينة من ربكم، أي ما تبين به الحق من الباطل، يعني بذلك دعوته وإرشاده. ومن هنا قال بعضهم عنا بالبيئة مليئة شعيب، وأنه لم تكن له آية إلا النبوة. يعني بعض المفسرين يقولون قد جاءتكم بينة من ربكم، يعني معجزة دلة على صدقه في يعني دعوة الرسالة.
وقال هؤلاء انه لابد ان كل نبي تكون له معجزه، وهو هنا يقيم عليهم الحجه بهذه المعجزه، قد جاءتكم بينات من ربكم. وكون معجزه شعيب لم تذكر في القران لا يكفي دليلا على عدم وجود هذه المعجزه، واضح؟ فكم من نبي لم نعرف معجزته على وجه التفصيل. وقال بعض المفسرين البينه هنا البيان والارشاد والهدايه ومجرد دعوته الى فكانت آياته هي النبوة ذاتها. فمن فسر البينة بالحجة والبرهان والمعجزة المحسوسة ذهابا إلى أن النبي لما كان يدعو إلى شرع يوجب قبوله فلا بد من دليل يعلم صدقه به، وما ذاك إلا المعجزة. فالذي ذهب إلى هذا قال إن معجزة شعيب لم تذكر في القرآن، وليست كل آيات الأنبياء مذكورة في القرآن، ولا يخفى أن البينة أعلى أعم من المعجزة. قد جاءتكم بينة، فالبينة قد تكون معجزة وقد تكون الحجة والبرهان. فكل من يعني ابتلت شبهة ضلاله وأظهرت له حجة الحق الذي يدعى إليه فقد جاءته البينة، لأن حقيقة البينة كل ما يبين الحق فاحفظه. واختلفوا، فقيل لا يجوز أن يبعث إلا ومعه شرع، وقيل يجوز أن يدعو إلى ما في العقل. وقد دلت الآيات هذه على أن شعيبا عليه السلام دعاهم إلى التوحيد والشرائع على ما جرت به عادة الرسل، فمنها قوله فأوفوا الكيل والميزان، أمرهم أولا بالتوحيد، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان، يعني أتموهما للناس بإعطائهم حقوقهم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. البخس النقص، البخس النقص، وهو يكون في السلعة بالتعليب والتزهيد فيها أو المخادعة عن القيمة والاحتيال في التزيد في الكيل والنقصان منه، وكل ذلك من أكل المال بالباطل. وطبعا يعني نحن نعرف الآن خير كثير من الناس بالخداع والغش والبخس، ويكفي أن في خطورة هذه الكبيرة وأن من كبائر العظام أن الله سبحانه وتعالى أهلك بجملة أوزار من ضمنها أخذ الناس أشياءهم منهم، يعني لا شكوخهم، فلا تخونوا الناس في أموالهم وتأثروها على وجه البخس وهو نقص المكيال والميزان خفية وتدليسا، كما قال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون فلا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقال بقصه حقه، أي نقصه إياه وظلمه فيه. وقال الزمخشري كانوا يبخسون الناس كل شيء في مبايعاتهم، أو كانوا مكاسين لا يدعون شيئا إلا مكثوه، لا كانوا المكاسين يأخذون المكوث الضرائب وهذه الأشياء. قال زهير أفي كل أسواق العراق إثاوة وفي كل ما باع امرؤ مكث درهم، كل شيء عايزين القهوة وعايزين الإكرامية ويسمون الحرام والسحت بغير اسمه، فشاعت الشهوة شاعت الرشوة، ويبدو أن هذا أمر قديم من زمان، حتى يقول في كل أسواق العراق فتاوة وفي كل ما باع امرؤ مكث درهم. قال القاضي ولا سبقتوا الناس أشياءهم للتعميم، كلمة أشياءهم للتعميم تنبيها على أنهم كانوا طول الجليل والحقير والقليل والكثير. والنهي عن النقص يوجب الأمر بالإيفاء، لأنه قال تبارك وتعالى يعني قد جاءتكم بينة من ربكم فلا تبخسوا الناس أشياءهم، شيء أمر بلده، النهي عن البخس يتضمن الأمر بالإيه؟ بالإيفاء. فما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى صرح بالإيفاء مع أن النهي عن البخس يستلزم الإيفاء؟ يقول النهي عن النقص يوجب الأمر بالإيفاء، فقيل في فائدة التصريح بالمنهي عنه بيان لقبحه، بيان لقبحه. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم
أي لا تسموا لهم شيئا وتعطوا لهم غير ذلك. ودلت الآية على أن إيفاء الكيل والميزان واجب على حسب ما يعتاد في صفة الكيل والوزن، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض بالكفر والظلم. بعد إصلاحها يعني ببعثتي إليكم، هذا معنى بعد إصلاحها يعني بعد ما جاءتكم البعثة والشرائع والرسالة. يقول الخاتمي أي بعد ما أصلح أمرها وأهلها الأنبياء وأتباعهم الصالحون العاملون بشرائعهم من وضع الكيل والوزن والحدود والأحكام. ذلكم خير لكم، يعني إذا عملتم بما أمرتم به هذا خير لكم في الحال لتوجه الناس إليكم بسبب حسن الحدود، وفي المآل إن كنتم مؤمنين أي مصدقين قولي. وكان مما قال لهم كما قص تعالى في سورة هود بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. ليس كل تاجر أو بائع يعني يعلق أمامه هذه الآية الكريمة ويتدبر معانيها لكي تزجره عن الخداع والغش، لأننا الآن عندنا أناس يتفننون في الخداع والغش، يتفنن وهو يظن أنه كما يقولون التجارة شطارة، يظن أنه حرف وأنه ماهر وأنه كيف وفطن لأنه استطاع أن يخدع، كما يعني يفعل بعضهم مثلا يبيعون على العربية هذه فيميل العرب حتى الوزن يكون الكفة بطبيعتها تترجح في جانب من الجانبين لمصلحته مثلا، أو يغش ويضع الأشياء الفاسدة في أسفل ويعني إذا غفلت عنه يدس لك هذه الأشياء، وغير ذلك من الحيل الشيطانية الإبليسية التي يعني كلها تدخل تحت أكل أموال الناس بالباطل. فهذا نبي الله شعيب يعدهم بقوله عليه السلام بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، بقية الله يعني القليل من الحلال خير لكم من الكثير من الحرام، بقية الله يعني الحلال القليل الذي يبارك الله لكم فيه خير من الكثير الذي تجنونه من هذا السحت وهذا الحرام، فإن الحلال مبارك وإن قل والحرام ممحوق وإن كثر. كل يستوى الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ثم قال شعيب عليه السلام ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم انظروا كيف كان عاقبة المفسدين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، هنا نهي عن قطع الطريق، وقطع الطريق نوعان، هناك قطع طريق حسي وقطع الطريق المعنوي. فقطاع الطريق الحسي هم المحاربون المذكورون في قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا إلى آخر الآية. فهنا هذا الآية تدل على أنهم كان من شأنهم قطع الطريق، مكاتين وعشارين ويبخطون الناس أشياءهم وينقطون المكيال والميزان، وأيضا من فسادهم أنهم كانوا يقطعون الطريق فيقعدون. يقول ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، يعني لا تجلسوا على كل طريق فيه ممر الناس الغرباء تضربونهم وتخوفونهم وتأخذون ثيابهم وتتوعدونهم بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم. هذا معنى ولا تقعدوا بكل صراط، يعني بكل طريق يمر به الغرباء توعدون تتوعدونهم إن لم يعني يعطوكم الأموال فإنكم تضربونهم وتخوفونهم وتأخذون ثيابهم وتتوعدونهم بالقتل. قال مجاهد كانوا عسارين. وعن ابن عباس وغير واحد توعدون أي تتوعدون المؤمنين الأتين إلى شعيب ليتبعوه، يعني بعض المفسرين يقول إن الآية كلها في قطع الطريق المعنوي، قطع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. وبعض المفسرين يقول لا، النص الجزء الأول من الآية نهي عن قطع الطريق الحسي، واضح. وباقي الآية في النهي عن قطع الطريق المعنوي، يعني قطع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الفريق الثاني قال
في تفسير توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به، يعني أنكم تتعقبون الطرق المؤدية إلى مكان شعيب. فكل مرة رجل يريد أن يذهب إلى شعيب مؤمنا به فإنكم تتبعونه وتتوعدونه إن آمن بشعيب أنكم تفعلون به كذا وكذا من العذاب والنجاة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: والأول أظهر. أول أظهر يعني أن الإيه؟ أن ولا تقعدوا بكل صلاة توعدون، المقصود به قطع الطريق الإيه؟ الحسي، لأنه قال بكل صراط وهو الطريق، ولا تقعدوا بكل صراط. أما الثاني فهو قوله وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، فهذا قطع الطريق المعنوي. قوله تعالى: وتصدون عن سبيل الله من آمن به، من آمن به، هذه الآية نعم، من آمن به وتبغونها عوجا. طيب إلى ما تعود لها في قوله وتبغونها؟ يعني كلمة تبغونها ما المفعول هنا يعود إلى ماذا؟ الهاء نعم، إلى سبيل، إلى سبيل، فهذا يدل على أن سبيل مؤنثة أم مذكرة؟ مؤنثة. طيب هل هناك دليل آخر في القرآن الكريم يدل على أنها تأتي أيضا مذكرة؟ هذه سبيلي. طيب هي مذكرة أم مؤنثة؟ مؤنثة. أنا أقول مذكرة. ها؟ لا، الدليل ولتستبين كل دي أدلة على أنها تأتي مؤنثة. أنا أريد دليل على أنها تأتي أيضا مذكرة. ما هي مؤنثة؟ وإنها أين وإن يروا سبيل الرشد، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، فهذا يدل على أن كلمة سبيل تأتي مذكرة وتأتي مؤنثة. نعم. وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا. عوجا إذا كانت كان العوج في المعاني فتكون بالكسر كما هنا عوجا، وإن كانت في الأجرام الأجسام فإنها بالفتح تكون عوجا. قوله وتصدون عن سبيل الله من آمن به أي تصرفون عن دين الله وطاعته من آمن به، إما بقى من آمن به يعني بشعيب، أو من آمن به من آمن بالله سبحانه وتعالى. وتبغونها عوجا وتطلبون لها عوجا، يعني سبيل الله مستقيما وصراط الله مستقيم، وأنتم تثيرون الشبهات والفتن والشكوك وتلقون الشبه وتصفون سبيل الله وطريق الله سبحانه وتعالى بما ينقصها لتغييرها حتى تجعلوها سبيلا معوجة في نظر الناس. فهذا هو أسلوبين في قطع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى: تزيد تصوير الحق في صورة مستبشعة وصورة منفرة بعدما هو في الحقيقة مستقيم، ويعني فهم يحاولون أن يظهروا بأنه طريق معوج وأنه ليس سبيلا إيه مستقيم. هذا معنى وتبغونها عوجا، يعني يحاولون تشويه الحق وإظهار الحق في صورة منفرة، وأن الإسلام والدين التوحيد هو فيه يعني عوج وانحراف. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، يعني بالعدد والعدد، كنتم قليلا فكثر عددكم، وكنتم فقراء فأغناكم، فاذكروا نعمة الله عليكم في ذلك، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، يعني من الأمم الخالية والقرون الماضية، وما حل بهم من العذاب والنكال بإصرائهم على معاصي الله وتكذيب رسله. ثم قال عليه السلام: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا، وإن كان طائفة منكم
آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا. ذكر على المعنى فقال وإن كان طائفة. فهنا إيه يعني ذكر هنا ذكر كلمة وإن كان تعتبر أن الطائفة مقصود بها مجموعة من الرجال. فذكر مراعاة للمعنى نظرا إلى المعنى، لأن لو نظر إلى اللفظ لقال ولو كانت طائفة. نعم وإن كانت طائفة. يقول وإن اختلفتم في رسالتي فصرتم فرقتين مؤمنة وكافرة فاصبروا حتى يحكم الله بيننا. الصبر واللزوم والاستمساك. فطبعا لا يمكن أن يكون قول شعيب عليه السلام لقومه فاصبروا أن يكون هذا أمرا بالمقام على الكفر، ليس من أصبروا على ما أنتم عليه حتى يحكم الله بيننا، ولكنه وعيد وتهديد، وعيد وتهديد. أو يكون الأمر بالصبر إلى الطائفة المؤمنة التي اتبعته، فاصبروا حتى يحكم الله بيننا أي بين الفريقين بنصر المحقين على المبطلين، فهو رعد للمؤمنين ووعيد للكافرين. وقال الشهاب وخطاب اصبروا للمؤمنين، ويجوز أن يكون لفريقين، أي ليصبر المؤمنون على أذى الكفار والكفار على ما يسوءهم من إيمانهم، أو أن الخطاب للكافرين اصبروا بمعنى تربطوا لترى حكم الله بيننا وبينكم وهو خير الحاكمين، لأنه منزه عن الجور في حكمه، فيجعل العاقبة للمتقين والدمار على الكافرين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه أي عن الإيمان، لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن، يعني لتعودن إلى ترك دعوى الرسالة والإقرار بها داخلين في ملتنا أي ملة المشركين. أي نعم، في أحد يستطيع أن يعرب كلمة في ملتنا جر المجرور؟ يعني فيها شيء من الصعوبة، لكن يعني هيكون شيء جريء. أحد يستطيع أن يعرب في ملتنا أو لتعودن في ملتنا. حال يعني لتعودن داخلين في ملتنا، هذا حال يعني ملة المشركين. سيأتي مزيد بيان لمعنى قول القاسمي أو المفسرين هنا أو لتعودن، مثل تعودن يعني هل يفهم ذلك أن شعيب كان أولا على ملته ثم أسلم بعد ذلك، فهم هنا يطالبون أن يعود إلى ملته التي كان عليها من قبل؟ هذا مستحيل، الأنبياء لا يمكن أن يقعوا في الشرك معاذ الله. لكن المقصود هنا لتعودن في ملتنا، لتعودن إلى ترك دعوى الرسالة والانقياد إليها أو الإقرار بها داخلين في ملتنا. واضح؟ لذلك هو هنا في غاية الدقة في التفسير، ثم سيفصل إن شاء الله فيما بعد. فإذا لتعودن إلى ماذا؟ إلى حركة قبل أن تدعي الرسالة، يعني عد إلى ترك دعوى الرسالة كما كنت قبل أن تدعيها. واضح؟ تعودون إلى ترك يعني شعيب يعود إلى حاله قبل دعوى الرسالة بترك دعوى الرسالة، وقومه يعودون إلى حالة السابقة بإيه؟ بعدم الإقرار بهذه الرسالة. تعودون حال كونكم داخلين في ملتنا وليست على ظاهرها، بمعنى إذا تعودون في ملتنا يعني كأنه كان على ملتهم، هم يطلبون أن يعود إليها. قوله في ملتنا، الملة هي الديانة التي يجمع على العمل بها فرقة عظيمة. والأصل من أصل كلمة الملة تكرر الأمر من قولك طريق ممل ومليل، يعني إذا تكرر سلوكه حتى صار معلما، ومنه الملل وهو تكرار الشيء على النفس حتى تضجر منه.